جريمتنا في هذا المساء انتشرت في ربوع الأرض، وللأسف الشديد زادت وتفشت في معظم البلدان الإسلامية. جريمتنا في هذا المساء نكاد أن نقول أننا كدنا أن نتنفسها. يصيبنا الزكام منها. جريمتنا في هذا المساء هي الغش. الغش انتشر في ديار المسلمين بصورة فجة. لو نظرت في أي نوع من التجارات حولك تجد أن الغش تسرب إليها. لو نظرت في معظم المعاملات تجد أن الغش تسرب إليها. الغش تسرب إلى الطعام اللي احنا بناكله بقى مغشوش، تسرب إلى الشراب، الغش تسرب إلى الملابس اللي بنلبسها برضو صارت مغشوشة، السيارات اللي بنركبها مغشوشة، ده حتى الأدوية اللي بنتعالج بيها صارت مغشوشة، المباني اللي بنبنيها برضو مغشوشة. الغش تفشى في كل شيء إلا ما رحم ربك. وكأن المسلمون استهانوا بأحكام الله تبارك وتعالى، وكأنه لم يأتي نهي أو تحريم لهذه الظاهرة. مش حد بيراجع نفسه أمام الحصول على المال. تتحطم المبادئ على صخرة الأموال. ليه؟ ليه ده احنا هنسئل أمام الله تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده وعيد. ويل يعني الوعيد لمين؟ للمطففين، اللي هو لما يعمل يجي يبيع وهو بيشتري يخلي باله ان الميزان بتاعه يبقى كامل مكمل، لكن وهو بيبيع ينقص في الميزان. راجل ما عندوش ضمير، ما عندوش مبدأ، ناصح قوي في الشراء، يقول لك ما حدش يضحك عليا، لكن لما يجي يبيع هو يضحك على الناس ويفتكر انها شطارة، يقول لك انا ضحكت عليه. ضحكت عليه؟ والله انت ضحكت على نفسك. ده انت هتسئل ايه يعني غشته في 100 جرام؟ 100 جرام ما انت هتسئل عليهم بين يدي الله عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ مش انت هترجع تسئل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هتقول له ايه؟ دي شطارة يا ربي؟ لا، دي مش شطارة، دي سرقة، ده نصب، ده احتيال، ده خداع. اوعى تسميها شطارة ابدا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ العجيب ان كتير من التجار الا من رحم ربي يتفنن في الغش في الميزان. كل واحد عامل لنفسه طريقة للغش، ليغشك في الوزن يبرمج الميزان يطلع الوزن قليل، ليغشك يحط لك حاجة رديئة مع حاجة جيدة في الميزان ويطب قدامك الميزان وبس. ده انت هتسئل بين يدي الله تبارك وتعالى. الفلوس اللي انت كسبتها ديت حلال ولا حرام؟ 900 جرام اللي انت بعتهم حلال، 100 جرام هتقول لربنا عليهم ايه؟ ده الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طب ما ده أكل المال بالباطل. ما انت خدعته في 100 جرام أو 50 جرام أو 200 جرام.
ما هم دول اللي هتسئل عليهم بين يدي الله تبارك وتعالى؟ تتعرف ان المال هو الحاجة الوحيدة اللي بتسئل عليها مرتين؟ بنتحاسب مرة واحدة على كل حاجة عملناها إلا المال، مما اكتسبته وفيما أنفقته. مرتين، جبتم الحلال ولا من الحرام؟ صرفتم في الحلال ولا في الحرام؟ مش عارف يا أحبابي ليه كتير من الناس المال استعبدهم، عندهم شهوة جمع المال. اللي يزعلك وانت خايف عليهم ان منهم كتير بيصلوا معانا، يبقى في السوق بيغش وبرضه يجري يصلي معانا، وفصل ما بين هذه وهذه، وكأن دي نقرة وتلك نقرة أخرى. مش اللي يدخلك الجنة الصلاة والصوم وبس، لازم تكون المعاملات موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. تتعرف النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل في السوق، الحديث عند الإمام مسلم صحيح، رجل عنده صرة من الطعام بيبيع، يعني بيبيع فاكهة مثلا زي أيامنا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع إيده في الطعام، إيده أصابها بلل، الطعام الفاكهة شكلها حلو من برة، حط إيده جوه قفص الفاكهة لقى جوه إيه؟ بلل، يعني عفن. قال: ما هذا يا صاحب الطعام اللي انت عملته دوت؟ الرجل ما كانش قاصد ان هو يغش. قال: يا رسول الله، اصابه ماء السماء، ده المطر وقعت على الطعام وعلى الفاكهة بلتها، فانا حطيت المبلول تحت والناشف فوق. قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هلا وضعته فوق الطعام لكي يراه الناس. القاعدة اللي قالها بقى النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، في رواية تانية: من غشنا فليس منا. ليه يا أحبابي بنستهين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وعيد. ليس منا يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وكأنه ليس من المسلمين. عشان أغش حد النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ مني؟ ده أنا لازم أخلي بالي. كتير مننا بيعمل كده، بيخلط البضاعة الجيدة بالبضاعة الرديئة. افتكر الحديث ده: من غشنا فليس منا. الشطارة اللي انت بتظن انها شطارة، بتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منك، ده انت بتخرج من الدين بأفعالك ديت. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه ماء السماء. قال: هلا وضعته فوق الطعام لكي يراه الناس؟ من غش فليس منا. أصول البيع والتجارة إنها تقوم على الوضوح وعدم الخداع. ما دام ارتضيت إنك تبيع وتشتري لازم تكون بأخلاق المسلم. لا ينفع اتشطر وانا بشتري، اشتري بضاعة بسعر كويس، اتشطر واجيب من تاجر جملة الجملة، اتشطر وانا ابيعها بمكسب كويس، بس البضاعة نفسها اوعى تخادع فيها. ممكن تكسب كتير، ده مش حرام، لكن اوعى تغير في شكل البضاعة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم: قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيع والشراء ده حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن شرط إيه؟ صدق وبينا، يعني وأنا ببيع له البضاعة يسألني: هي البضاعة دي ياباني ولا صيني؟ حتى لو مكتوب عليها ياباني أقول له: والله مكتوب عليها ياباني بس هي صيني.
لو بيسألني هي أصلية ولا تقليد، حتى لو مكتوب عليها أصلية أقول له مكتوب عليها أصلية بس هي صيني، يبقى إيه؟ فإن صدق وبينا، لو سألني قال لي هي فيها عيب ولا لأ لازم أقوله له. إزاي؟ ده أنا لو قلت له فيها عيب مش هيشتريها، بس هو ده شرط البيع الحلال. ناس كتير بتتحايل على الجزئية دي، بيبيع مثلا عربية وعارف ان هو بيبيعها علشان فيها عيب مثلا في الفتيس، يقوم يقول له ايه، يقول له العربية فيها، يقول له ما فيهاش حاجة، قدامك حتة حديدة افحصها براحتك، هات اللي يعجبك، ما دام انت عرفت ان الفتيس بتاعها بايظ واجب انك تبين. طب ما ده هيقلل من سعرها، بس هو ده اصل البيع، هو ده البيع الحلال، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صحيح انت هتكسب قليل وغيرك هيكسب كتير لانه كذب واخفى العيب، بس الجنيه اللي انت كسبته بالحلال ربنا يطرح فيه البركة، ده الرزق ده بتاع ربنا مش بتاعنا احنا، والجنيه اللي كسبته من الحرام بتمحط به البركة. فإن كذب وكتم ما قالش العيب البركة. صح كسبت كتير، تلاقي كتير من التجار معاهم فلوس كتير قوي بس مصاريفهم اكتر واكتر، مفيش بركة، فلوس ما بين ايده بس ما فيهاش بركة، بيتفتح لها الف باب. راجع نفسك، يمكن البركة محقت من هذا البيع، يبقى لازم اراجع المعاملات بتاعتي. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليمت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني إيه؟ يعني زي ما أنت وأنت بتشتري عايز أشتري بضاعة جيدة، إحنا ما بنتكلمش في السعر دلوقتي غالي ولا رخيص، دي مسألة مفتوحة، عايز بضاعة جيدة يبقى برضو وانت بتبيع لازم تبيع بضاعة جيدة، ولو بتبيع البضاعة الرديئة تبيعها وهي مبينة، دي لها سعر ودي لها سعر. ده مصداقا لقول النبي ايضا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما انت ما تحبش حد يخدعك ويضحك عليك، برضو اوعى تخدع الناس وتضحك عليهم. اخيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ايضا، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة. حاضر. ما من عبد يسترعيه الله رعية، خلي بالك مش المقصود بها الحاكم او السلطان وبس، كلنا الله عز وجل استرعانا، كل واحد ليه رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو ان انت شغال مدرس انت راعي ومسؤول عن الطلبة اللي انت بتعلمهم، لو شغال دكتور انت راعي ومسؤول عن المرضى دولت، لو مهندس مسؤول عن المباني، لو كل واحد فينا راعي مسؤول عن رعيته، وكلنا سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. وزي ما أخونا الفاضل قال إيه، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. أنا عارف المسألة صعبة لأن التجارة أو الغش تفش حوالينا، عشان تتحرى الحلال هتتعب جدا، بس تعبك ده هو تمن دخولك الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بإيه؟
بالشهوات. جاهد نفسك وراقب أعمالك، واعلم أنك مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى في كل معاملاتك. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية.